سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم كيف شفتوا لي انا في الفيديو اللي سبقكم ديال اكسيون، يعني الفلوغ اكسيون اللي درت لكم، اليوم بغيت نوريكم المشتريات اللي درت لكم. يعني درت غادي يكون الجزء كيف شفتوا، راه كاين الجزء الاول والجزء الثاني. لان يعني الجزء الثاني هو المشتريات اللي شرينا انا واختي وكلنا من خرجنا، ودابا نوريكم شنو شرينا. نبدا بعدا نحيد عليا هادو، هما لي ماسك اللي خدينا من تما. كان خدينا لي ماسك بحال تشوف هكا، هادو خديتهم ديال الخيار، وما يعني ما كاملينش انو، ما نقدرش نقول لكم لي بري بالضبط لان ما بقيتش عاقله عليهم مزيان. وهذا الماسك كحل ديال الماسك اللي هو كحل ديال شابون، اللي يمكن باقي انا ما جربتهمش، غادي نجربهم ونقول عليكم. يعني راه خدينا بحال هكايا، خدينا 5 ولا 6 بحال هكايا لي ماسك اللي تيجوا من داك. وين خديت هذا اللي تيحطوا فيه القطن اللي باش دير ديماكي وجهك كيف سيبان بحال هكايا. غنحل عليكم تشوفوها. انا لقيتها عند اختي وعجبتني، خديت هذا بحال مشات بحال هكايا، وتتبقى تجبد القطينات ديالك بحال هكايا. وهذه يمكن ما كاملاش 2 اورو، ما كاملاش 2 اورو. خديت هذا بحال هكايا، نتوما كتشوفوا شحال زوين. واحد لا كولور بحال غري روز كلير بحال هكايا، تيتحل بحال هكايا، ديال تحط فيه لو تي، دير فيه اتاي، هذوك لي ساشيت اتاي ولا اللي عنده اتاي حبوب ولا بحال هكا. هادو المهم هذا ما واصلش 3 اورو بحال هكايا، ما كاملينش 3 اورو كتشوفوا. خديت من هادو جوج بحال هكايا، دير فيهم العصير، دير فيهم اي حاجه بارده بواسون بحال هكايا. خديت فيهم جوج، يعني ما كاملش انو، تقريبا انو، يمكن واحد 0.99. المهم زوينين بصراحه، وبحال هادو راه كاينين في ميزون دو موند بصراحه، تيسوا الثمن. يعني شفت عندهم بزاف ديكورات، يعني المشيه الاولى ديالتي انا بالنسبه ليا الاكسيون. يعني الصراحه شفت شي اثمنه وشفت شي حاجات كاينين بحالهم في ميزون دو موند، كاينين بحالهم في بزاف البلايص بالثمن، يعني بالتريبل ولا اكثر، يعني 4 المرات حتى 5 المرات. هذه تتحطها كيف تشوفوا هنايا معايا، هنايا هذه نتاع الحلوه، تديرها تقدر تخشيها حتى في الفران، تديرها في البلاطو اللي تدير فيه الحلوه ولا باش تصايب عليها الحلوه. غادي نجربها البنات ونقول لكم. هذاك الشيء تقريبا قريب 4 اورو تدير. خديتي هاد، كنت بغيت نستعملو عند اختي ساعه ما استعملتوش، خديت هاد لي دونتيفريس مع هاد لابروس، لاني كنت جيت مجيه بالزربه ما جمعتش شي حوايج مزيان، يعني حتى لابروس ما جبتهاش. ومن بعد كنت ديجا خديتها وهاد كاع ما حليتها، راه ما بقاو هنايا. خديت هاد طوخشون هذا، المهم هما ما تيحطوش فيهم لي بريم ديالهم. هاد طوخشون هذا خديت يمكن جوج شي انورو، يعني يمكن ما كاملش انورو الواحد. وخديت هادي كاينه غير وحده صغيره، ما كايناش بحال الشكل الاخر ديال لو تي. خديت سم ديال القهوه بحال هكايا، حتى هي ما تديروش تقريبا فيها لي بري شي 2 اورو ولا هكا ولا ما كاملاش. خديت واحد دو كريون صراحة، هادو خديناهم واحد المغازان اخرى، هادو لي كونتور ديال هادو ديال لا مارك بورجوا. خديناهم واحد المغازان كانت حدا اكسيون، يعني ما عندها حتى علاقه، حتى هما حتى هي فيها رخه. وهادي خديناها من اكسيون، حتى ما خديتهم تقريبا واحد 1.50 ولا 2 اورو. يعني المهم حتى حاجه ما كاينه غاليه تما، ما كاينه شي حاجه غاليه بزاف. خدينا هادي، هاد البونبونيير اللي دايره بحال هكايا، حتى هي واقيلا شي 2 اورو دايره كيف تشوفوا. بصراحه غزاله، تقدر تحط فيها لي بونبون، تحط فيها لو شوكولا، تحط فيها شي تميره، تحط فيها يعني لي فروي ساك ولا اي حاجه. خديت هاد لي بلاطو هادو اللي كيف تشوفوا عرفتوهم. هذا واقيلا تيدير 4 اورو، وخديت لي صغر منو، راه مازال كاينين ما عرفت فين. المهم راه عندي الدوزيام ساك، داكشي مخلط يعني ما سقديتوش بحال هكا دايرين، وتيجيو غزالين بصراحه، تحط فيهم اي حاجه. انا مازال بغيت ناخذ منهم بليزيوغ انا ان شاء الله، لاني بغيت ندير فيهم، يعني تحطهم في الطابله، تحط فيهم اي حاجه، الفطور ديالك ولا اي حاجه. وبغيت شي وحدين نحط فيه فوق منهم دي فاز، يعني كديكور تحط فيه دي فاز، هذوك لي فاز كبار اللي تيكونوا فيهم لي بلونت، يعني ماشي اللي تيجيو فوق الطابله اكزاكتومون. خديت هاد لي بوجوار هذا ديال سميتو، وقيلا شي 4 اورو خديتو بحال هكايا، بصراحه زوين.
وخدينا حتى هذا، هذا خدينا بوحدو وخدينا هذا بوحدو، يعني تقريبا تكلفنا يعني اون توتال هذوك بجوج ومشي 8 اورو ولا قرب 10 اورو بحال هكا. خديت هذا باش ندير الكاطو، باش دير فيه الكاطو، وهذا خديته لانه تيتحل من هنا يعني ما تحتاجش، وتيتحل هذا تيتحل يعني تيتحل، ما تيضيعش لك الكاطو ولا شي حاجه، ولا تبقى تخرج فيه ولا يلصق لك ولا شي حاجه. خديت فورم دو كور بصراحه زويون عجبني، وخديت هاد القلبات هادو باش ندير بهم الحلوه. مي هذا خدينا بديك المغازان اللي حدا اكسيون، ماشي ديال اكسيون. وخديت هذا، انا هبطت صافي هبطت كاع تغطيت عليكم. خديت هاد لو غريبان بحال هكايا صغير، هذا تقريبا شي 6 اورو ولا شي حاجه بحال هكاك، غير صغير ماشي كبير بزاف، ها نتوما على حسب اللي تشوفوا راه غير صغير، تيجي هو بحال هكايا بحال تشوفوا هنا في الصوره، لهنا اكبر شويه بحال هكايا. وخدينا بحال هادي، هادي اللي تقدروا ديروها فيها الزيت، تقدروا ديروا فيها اي حاجه، يعني اي حاجه بغيتوا ديروا فيها، فيها بحال هكايا، فيها بحال شي وازو. وخدينا هاد، خدينا منهم ثلاثه تقريبا هاد لي بواط هادو، بحال تشوفوا هنايا تقدروا ديروا فيهم اي حاجه حلوه ولا اي حاجه، سي دي بيتي بواط و تيتسدوا في الصراحه مزيان، يعني الماكله اللي تدي مع الغداء ديالها الخدمه ولا اي حاجه تيتسدوا مزيان بحال هكا، تسدوا راه تتحل، تتحل بحال هكايا الصراحه تتسد مزيان، يعني زوينه الماكله ولا اي حاجه تحطيها فيها. دات اختي هذا بحال هذا عاوتاني، خدينا هذا مدور بحال هكايا، حتى هو تيتحل، يعني سي فاسيل باش تحيد منه الكاطو، ما تخافش انه يتهرس ليك ولا شي حاجه. هادشي كله تقريبا كاين بجوج اورو، كاين بثلاثه، كاين جوج اخرى هنايا كاينه لا ميم شوز. يعني خدينا عاوتاني هاد لا بونبونيير، عاوتاني خدينا منهم جوج، ها هو بحال الاخراني تماما. شوفها هنايا، خدينا هادي بحال شي قرادة صغيرة بحال هكايا، أو ميم طون تقدر تحط فيها حتى الماكلة إلا بغيتي. صافي تقريبا هادشي لي خدينا، بدات هاد الجرارة هنايا بحال هكايا ديال البيتزا باش تقطعو بيها لا بيتزا، فوالا. أو خديت أنا هدا لي باش تصايبي الحلوه، هذا انورو بحال هكا، هذا ديال الشوكولا، يعني هذا تذوب الشوكولا تدير فيه الشوكولا وتخرجوا هنايا الطابعات بحال هكايا، هادو فيهم دي كوكياج. والبلاطو اللي وريتكم الاولاني قلت لكم خدينا بليزيور، با هما هادو، يعني خدينا بالاحجام اللي داير بحال هكا، في الصراحه التصيبه ديال تزويونا يعني شي 4 اورو واقيلا هذا، وهذا شي 2 اورو شي حاجه، هذا صغير. وفي الصراحه خدينا ثلاثه ومازال بغينا ناخذ منهم، كيف قلت لكم تقدروا تحطوا من ان ديكور فوق الطابله، يعني تحطوا فوق منها شميعات، وثاني تقدروا تحطوا فيها هكا شي حاجه بسيطه بحال الا كنتي تفطر بوحدك ولا شي حاجه في الدار. وتقدر قلت لك الفكره اللي عندي عاوتاني، بغيت ندير فوق منهم مثلا دي فاز، يعني لي فاز تحطهم فوق منهم ديريكتومون، دي غون فاز يعني اللي تيجوا هكا في الدار محطوطين في الارض ولا فوالا. هادشي اللي شرينا من اكسيون، ونتمنى هادشي ديال اكسيون تكون عجباتكم، وان شاء الله عاوتاني ملي نمشي نوريكم عاوتاني اكسيون ديال باري، لان هادي اكسيون كيف قلت لكم تاع اليوم، ومن بعد نوريكم عاوتاني اكسيون تاع باري، لان في باري كاينين بزاف من ديال اكسيون، يعني كاينين بزاف بزاف بزاف، نقدر نمشي نشوف شي وحده وحده ولا جوج ولا ثلاثه اللي حدايا، ونشوفوا شي يكونوا زوينين واش نلقاهم عامرين ولا لا. غير هو البنات خصكم تمشوا بكري، لان الا ما مشيتوش بكري ما تلقاو حتى شي حاجه، يعني حنا مشينا ديجا بكري وصلنا، لان كان بعيد شويه، يعني خدينا المترو شي بدلنا شي 2 متروات ولا 3، وعاد خدينا البيس عاوتاني كملنا به. فالبنات اللي كنتو تمشوا الاكسيون خصكم تمشوا بكري بكري بكري، يعني الا كانت تحل مع 9 تكونوا تما كاين مع 9 ل 10، سينو ما تلقاوش داكشي اللي بغيتو. ونتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم، والى اللقاء المره الجايه ان شاء الله. سلامه.